وللمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال عفيفي الكاتب أو جميل عفيفي عفوا الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك معنا دائما. ونبدأ بالسياق العام أستاذ جميل فيما يخص المرافعات التي تتقدم بها عدد من الدول أمام محكمة العدل الدولية. نعلم أن هذه يعني المرافعات تعود إلى ديسمبر 2022 عندما طلبت الأمم المتحدة الرأي الاستشاري من العدل الدولية. لماذا طلبت الأمم المتحدة بداية هذا الرأي الاستشاري من العدل الدولية في هذا التوقيت؟ هو طبعا بالطبع مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. في البداية هو بالتأكيد طبعا لما طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بالمرافعات ده أو الرأي الاستشاري، لأنه من الواضح في الوقت الحالي كم الانتهاكات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لا أعزل، وأيضا عمليات القتل الممنهج وعمليات التصفية التي تنفذ في الوقت الحالي، محاولات تهجير كل ما ينفذ على الأرض في الوقت الحالي من الجيش الاحتلال الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واضحة للعيان. جميع دول العالم وجميع شعوب العالم ترى على الهواء مباشرة عمليات الإبادة الجماعية أو الوصول إلى الإبادة الجماعية من طرف الجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل في الوقت الحالي. فأعتقد أن التحرك الدولي في الوقت الحالي هو نتيجة ما يتم من وحشية وإجرام إسرائيلي واضح جدا للعيان. لهذا السبب أعتقد أن التحركات الدولية في الوقت الحالي كلها من أجل إيقاف هذا العدوان الغاشم، إيقاف هذه المجازر اليومية التي تنفذ في قطاع غزة. لهذا السبب تم الاستماع اليوم للعديد من المرافعات من أجل توضيح الصورة ومن أجل توضيح الرؤية الحقيقية التي تنتهجها السياسة الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية بشكل عام وضد الشعب الفلسطيني الأعزل بشكل خاص. طيب، هذه المرافعات بدأت من أول أمس ومستمرة حتى 26 فبراير الجاري. في المجمل كيف ترى دعم أكثر من 50 دولة في هذه المرافعات للقضية الفلسطينية؟ هو بالطبع دعم أكثر من 50 دولة للقضية الفلسطينية ده زي ما بقول لحضرتك نتيجة ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في عام 48، عمليات بناء للمستوطنات، محاولة تهجير القسري للمدنيين، محاولة تهويد الأراضي الفلسطينية بشكل كبير من خلال المستوطنات ومن خلال تهجير المواطنين الفلسطينيين، عمليات القتل العشوائي التي تنفذها واستهداف عدد كبير من المواطنين منذ عام 48 حتى اليوم، وأيضا منع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وأن يكون له دولة على حدود الرابع من يونيو 67، ومحاولة تشويه القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا، محاولة تسفيه أيضا الرؤية الفلسطينية تجاه قضيتهم أمام العالم ككل. لهذا السبب كان التحرك الدولي، كان أكثر من 50 دولة تقف بجانب الحق، تقف بجانب الشعب الفلسطيني الأعزل. بعد مرور كل هذه السنوات يتم اضطهاده ويتم تهجيره ويتم قتله واستهدافه نهاية بما يحدث في الوقت الحالي من عملية إبادة جماعية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كبير. طيب، مصر يعني قدمت مذكرتين من قبل هذه المرافعة، والحقيقة أن هذه المرافعة يعني اعتبرها العديد بمثابة فرصة لمصر أولا شرح الثوابت المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والرد حتى على بعض الادعاءات التي طالت مصر خلال الفترة الماضية. كيف استغلت مصر هذه الفرصة؟ هي بالطبع فرصة كانت مهمة جدا بالنسبة للدولة المصرية. احنا لو نعرف أو العالم كله يعلم جيدا الدور المصري في القضية الفلسطينية، الدور المصري الثابت والثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية
منذ عام 48 وان مصر كانت يعني القضيه الفلسطينيه هي قضيه رقم واحد بالنسبه للدوله المصريه منذ عام 48 حتى اليوم، ودائما في كل المحافل الدوليه ما تتحدث مصر عن القضيه الفلسطينيه وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق الشعب الفلسطيني في اقامه دولته على حدود الرابع من يونيو. طبعا مصر خاضت حروبها من اجل القضية الفلسطينية، مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وهي تعلم جيدا معاناة الشعب الفلسطيني بشكل واضح وبشكل صريح، وأن الدولة المصرية لا تدخر أي جهد مقابل القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في كافة المؤتمرات وفي كافة الاتصالات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى حتى اليوم. سنجد القضية الأولى التي يتحدث عنها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة ولقاءاته مع كل رؤساء العالم هي القضية الفلسطينية وحل الدولتين وأن يكون الفلسطينيين وطن ودولة على حدود الرابع من يونيو 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. هو ده ثوابت الدولة المصرية في القضية الفلسطينية التي لا يمكن أن تحيد عنها أبدا ورأى تحت أي بند من البنود أو تحت أي ضغط من الضغوط. مصر ثابتة على مواقفها، مصر بتقدم كل الدعم للشعب الفلسطيني. وطبعا في خلال الفترة الأخيرة منذ يوم 7 أكتوبر حتى اليوم هناك دور كبير جدا كان للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية في إظهار الحق أمام العالم ككل. كان في البداية العديد من دول العالم تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها جراء ما حدث يوم 7 أكتوبر، إلا أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يغير بصمة العالم ويغير من الرؤية التي وصلت إلى العالم بأن ما يتم تنفيذه في الوقت الحالي هو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، العمل على تصفية القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية وتنفيذ جرائم حرب على الأرض ضد المدنيين العزل. وهو ده اللي احنا شفناه خلال الفترة الأخيرة، وهو ده اللي أدى إلى تحرك دولي كبير من العديد من دول العالم تجاه القضية الفلسطينية وتعاطفهم أيضا مع الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي. بجانب النقطة الثانية المهمة جدا اللي مصر ساعدت لها بقوة وهو المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي نفذتها إسرائيل في البداية لمنع دخول المساعدات من خلال قصف المعبر 4 مرات من جهة قطاع غزة وعمليات أيضا الصعوبات في إدخال المساعدات، إلا أن مصر كان لها موقف قوي جدا في إدخال المساعدات والعمل على إدخال المساعدات من خلال طبعا منع دخول حامل الجنسيات الأجنبية من معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، وده كان دور مهم جدا في إدخال المساعدات. ومصر أيضا بتسعى بشكل كبير جدا لدخول أكبر عدد من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، وده دور إنساني عظيم بتقوم به الدولة المصرية وواجب على الدولة المصرية لأنها هي الحامي الأول للقضية الفلسطينية وهي أيضا الحامي الأول للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.